أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة، معنا اليوم الأستاذ محمد من مطعم فلافل البلدة القديمة. أهلا أستاذ محمد. أهلا وسهلا فيك. بداية مرحب فيك برنامجنا اليوم، نتمنى تعرفنا المزيد عن المطعم وعن فكرة تأسيس المطعم. والله فكرة تأسيس المطعم هي الاسم مأخوذ من البلدة القديمة في القدس، فبتعرف بعض الدول بسموا وسط البلد أو البلد، في القدس هي اسمها البلدة القديمة، فاخترنا نفس الاسم واخترنا أنه نعمل الديكور والجو العام تبع المطعم مطابق بالضبط للبلدة القديمة في القدس. جميل، أنا من الديكور الموجود وحاس حالي بلدة قديمة بين الأحياء القديمة أصلا. تماما ما شاء الله. طيب أستاذ محمد، ممكن تحكي لنا المزيد عن أنواع الأطباق والوجبات اللي بتقدموها؟ شو المطبخ اللي تميزتوا فيه؟ المطبخ اللي تميزنا فيه أستاذي أنه يكون مطابق للأكلات التراثية والشعبية الموجودة داخل البلدة القديمة في القدس، فمشان هيك عملنا أول قسم عنا إياه اللي هو الحمص والفول والفلافل والقلايات. طبعا كل الناس تعرفوا هالقسم هذا أكيد. القسم الثاني اللي هو قسم الطبيخ، بنقدم فيه أطباق رئيسية تراثية مثل المنسف، المسخن، القدرة، المحاشي، وفي عنا كمان أكلة خاصة هاي فينا اسمها الخيار المحشي، هاي بيقدموها بالقدس ومدينة فلسطين اسمها نابلس، وبنتمنى الناس تيجي تجربها عنا. والحمد لله متميزين كتير بالطعمة والأطباق اللي بنقدمها لزبائننا الكرام. القسم الثالث اللي هو قسم المخبوزات أو المعجنات، وهذا القسم احنا كتير متميزين فيه بالكعكة المقدسية الأصلية والبيض المشوي بالطريقة كمان المقدسية، لأنه بينعمل بالتنك ونجارة خشب وبنحط بالفرن وبيطلع طعمه صراحة مميز كتير، بالإضافة إلى المعجنات اللي يعني تتميز بمذاقها كمان المقدسي، حتى العجينة كمان بالطريقة المقدسية تنعمل. والأكلات يعني أغلبية الأكلات تبعت بلاد الشام الحمد لله كمان متميزين فيها، يعني بتنعمل عنا. رائع رائع أستاذ محمد. أستاذ محمد، من خلال جميع الأطباق اللي ذكرتها، كيف تميزتوا عن بقية المطاعم الثانية خصوصا اللي بتقدم نفس الأطباق؟ تميزنا عن المطاعم الثانية إنه المواد الخام المتوفرة بالدولة الإمارات منجيبها أعلى الجودة، بالإضافة إلى الأشياء اللي إحنا ما منلاقيها هون منستوردها من بلد المنشأ تبعتها، زائد الطهات الحمد لله توفقنا فيهم، جبناهم من مكانهم الصحيح اللي يقدروا يوصلوا للناس ولزائرنا الكرام الطعمة اللي إحنا بدنا إياهم توصل لهم. رائع جدا. أستاذ محمد، لو حبينا ننتقل للمستقبل، شو خططكم المستقبلية وشو الرؤية المستقبلية للمطعم؟ والله الرؤية المستقبلية إنه إن شاء الله الشجرة لما بتكبر بتوصل للسماء من غير حدود، وإحنا إن شاء الله رح نوصل للسماء من غير حدود بإذن الله. إن شاء الله أتمنى نشوفكم بكل إمارات الدولة وإن شاء الله عالميا يا رب. الله يخليك. أستاذ محمد، أخيرا بدنا منكم نصيحة لأي حد عنده اهتمام يقدم استثمار أو يفتح عمل داخل دولة الإمارات. والله أنا أول شيء بدي أشكر دولة الإمارات وشيوخها على إتاحة الفرصة الكبيرة للجمهور الكامل إنه يستثمر في الدولة الكريمة هاي، لأنه منفتحة على أسواق العالم كلها، وبنصح كل واحد بده يعمل بزنس داخل دولة الإمارات إنه يعمل البزنس اللي هو بيفهم فيه وهو عنده دراية ومعرفة عليه، والله يحفظ شيوخ الإمارات إن شاء الله ويخلي البلد بالدولة الإمارات بأمن وأمان ودائما في الرقم واحد في العلالي. نهاية شكرا جزيلا أستاذ محمد، ونتمنى تخبرنا كيف ممكن يوصلوا ويتواصلوا معكم المشاهدين. عنا أرقام تليفوناتنا إن شاء الله رح هاي ندعمكم فيها، زائد السوشيال ميديا بتعرف اللي هو فيسبوك إنستغرام والتيك توك، وبالإضافة إلى المكان اللوكيشن تبع المحل. شكرا جزيلا أستاذ محمد لجميع طاقم العمل في المطعم، أتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح. أشكرك أشكرك أشكرك.
إلى هنا أعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC الخليجية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي أمان الله.